بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقدم لكم المحاضرة الأخيرة في موضوع البولار كوردينيت، حيث كانت المحاضرة السابقة تشرح موضوع إيجاد المساحات المحصورة ما بين منحنيين مختلفين، منحنيين قطبيين. شرحنا لكم مثال بالمحاضرة السابقة على إيجاد المساحة ما بين منحنيين، وقلنا لازم نوجد نقاط التقاطع ما بين الدالتين لأن هي تعتبر حدود التكامل. هسه عندنا المثال في هذه المحاضرة، شو يقول؟ يقول determine the area that lies inside r يساوي 3 زائد 2 sin theta and outside r يساوي 2. يعني المحصورة ما بين داخل الدالة r يساوي 3 زائد 2 sin theta وخارج الدائرة اللي هي r يساوي 2. فالخطوة الأولى احنا شنو مثل ما تعلمنا انه لازم شو نسوي؟ لازم نرسم. ليش؟ لأنه الرسم هو راح يعني يحدد لنا الشيء المطلوب، وإضافة إلى ذلك يعطينا فد فكرة عن نقاط التقاطع قبل ما نوجدها، وأيضا راح نعرف انه حدود التكامل راح تكون منين لمنين من خلال شنو؟ من خلال نقاط التقاطع. فأول شيء الدالة القطبية R يساوي 2 هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن دائرة نصف قطرها يساوي 2. فهاي الدالة الحمراء اللي هي أمامكم هاي موجودة، هذا رسم المنحني الأحمر أو الدائرة الحمراء، هي تمثل رسم للدالة القطبية R يساوي 2 مثل ما أمامكم. والدالة الثانية اللي هي R يساوي 3 زائد 2 سين ثيتا هي عبارة عن دالة للقلب، راح يصير عندنا شكل القلب. ليش؟ لأن هي تمثل لنا الصيغة القياسية مال R A زائد B سين ثيتا، A زائد ناقص B سين ثيتا، واللي هن قلنا شنو؟ هي عبارة عن دالة قلب وتكون متناظرة حول المحور Y. فالدالة الحمراء هي عبارة عن منحني أو دائرة نصف قطرها قلنا شنو؟ يساوي 2 اللي هاي باللون الأحمر. فنحدد قلنا نقطة هنا 2 على هذا الأكس الموجب، ونقطة 2 على الواي الموجب، ونقطة أيضا 2 على هذا الأكس السالب، و 2 على الواي السالب. أو واحد يقول أنه مثلا لأنه قطبية على الزاوية 0 و 90 و 180 و 270 إلى آخره. خلصنا من رسم هذه الدائرة الأولى. فالثانية اللي هي R يساوي 3 زائد 2 ساين ثيتا، هي قلنا شنو؟ هي دالة ساين وتكون متناظرة حول محور الواي. فمنعوض الزاوية صفر، ساين الصفر صفر، في 2 صفر، زائد 3 3 طلعت لي هاي. فهاي شنو؟ هاي النقطة الأولى زين اللي هاي أمامكم، هاي شنو؟ عند الزاوية صفر زين. من تتحول الدالة من الزاوية صفر إلى الزاوية 90 راح شو يصير عندي؟ هنا ساين الزاوية 90 شو يساوي؟ 1. يعني شنو معناها؟ يكبر الساين، يتحول من صفر في الزاوية صفر إلى شنو؟ إلى 1 عند الزاوية 90. فساين 90 جد قلنا 1 في 2 2 2 زائد 3 5 تطلع لي هاي زين. يحتاج أكمل الجهة الثانية؟ لا، لأن هي متناظرة حول الواي. نجي وين الدور للجزء السالب اللي هو الجوة. فناخذ الزاوية اللي هي 270 أو هي بالأحرى شنو؟ ناقص 90. ليش؟ لأن بالجهة الثانية. فساين ناقص 90 هو نفس ساين 270، واللي شو يساوي؟ اللي يساوي ناقص 1. فناقص 1 في 2 ناقص 2 ناقص 2 زائد 3 1، فيطلع لنا 1. طبعا هنا صحيح سالب 1، بس هي لانه الزاويه بهذا الاتجاه احنا نعتبره موجب 1. ليش؟ لانه بنفس الاتجاه وليس الامتداد المعاكس. فهنا بس كاحداثيات هو يعتبر سالب 1. فبهاي الحاله رسمنا هذا الجزء اللي هنا بهاي النقاط الثلاثه اللي من هنا. الجزء الاخر هو شنو؟ الرسمه عن طريق شنو؟ عن طريق حالة التناظر، باعتبار شنو هي الزاوية أو الدالة هي متناظرة حول المحور واي. من رسمنا صار عندي معلوم الدور إنه شنو المساحة المطلوبة. شو يقول هو بالسؤال؟ نرجع عليه، يقول find the area that lies inside يعني داخل وخارج شنو؟ R يساوي 2 اللي هي هاي الممثلة باللون الأخضر عندنا هذا، يعني يريد هاي المساحة باللون الأخضر. إذن بهاي الحالة أنا شو أسوي حتى شنو؟ حتى أبدأ بالتكامل.
لازم أوجد نقاط التقاطع اللي هي تعتبر بداية التكامل ونهاية التكامل. فمن خلال رسم نقطة التقاطع العليا هي عندي هاي، ونقطة التقاطع الثانية هي عندي هاي النقطة. هذا لازم شنو؟ لازم أحددهم. خلنا أشر عليها بالأكس، هاي أيضا شنو بالأكس حتى تتميز. فهذني من خلال رسم أقدر يعني أخمنهن أو أعرفهن؟ لا ما أقدر. ليش؟ هي صحيح حس هاي الزاوية صايرة هنا بربع الرابع، وهاي الزاوية صايرة بربع الثالث، بس كقيمة لا ما أعرفهن. لازم شو أسوي؟ شو أطلعها؟ قلنا من خلال مساواة الدالتين، الدالة الأولى اللي هي R يساوي 3 زائد 2 ساين ثيتا، والدالة الثانية يساوي R يساوي 2، فأساوي 2 ويا 3 زائد 2 ساين ثيتا، هاي 3 زائد 2 ساين ثيتا ويا الدالة الثانية اللي هي R يساوي 2 ساويناهن، ننقل 2 للطرف الثاني أو ننقل 3 للطرف الثاني حتى تبقى هاي عد الساين موجبة، ف 2 ناقص 3 ناقص 1 وقسم الطرفين على 2 يطلع لي شنو؟ الساين ناقص نصف. يا هي الزاوية اللي الساين مالتها يساوي نصف. الزاوية اللي الساين مالتها يساوي نصف هي 30 اللي هي باي على 6. زين هنا لو لاحظ هي هاي بالسالب، يعني شنو معناها 30 صايرة ويا بالسالب، يعني شنو معناها؟ يا هي الزاوية زاوية ناقص 30، اذا هاي الزاوية اللي هنا هي شو تساوي؟ تساوي سالب 30 او سالب باي على 6. زين فهنا نشوف بالرسم شو مبين لي؟ هنا يقول الزاوية هاي باي سالب باي على 6 اللي هي شنو؟ سالب 30. زين واحد اذا يقول انا مثلا ما اقدر اعتبرها بالسالب شلون؟ فنفس الشيء 360 ناقص 30 شو طلع لي؟ 330 اللي هو جد يساوي 11 باي على 6، لان باي على 6 هو 30 فيه 11 في 30 330. زين هاي بالنسبة لمن؟ للزاوية الأولى اللي تمثل نقطة التقاطع الأولى واللي هو حد التكامل الأول. نجي لمن؟ للزاوية الثانية اللي صايرة بالجهة الثانية، هي أيضا ما طول هاي الزاوية من هنا لهنا 30، يعني شو معناها؟ بالتناظر راح يصير عندي شنو؟ بالجهة الأخرى أيضا 30. زين هاي 30 ايش قد تكافئ؟ هاي كلها عندي ايش قد؟ 180 زائد 30 210. 210 هي جاية منين؟ جاية من حاصل ضرب 30 في 7، اذا شنو هي؟ 7 باي 6، 7 باي على 6. اذا هسه صار عندي معلوم انه حدود التكامل هي منين لمنين؟ من ناقص باي على 6 الى شنو؟ الى 7 باي على 6. يصير اقول من سالب باي على 6 الى هسه هاي ايش قد تكافئ عندي بالسالب؟ هسه هاي ايش قد عندي؟ 90. وايش قد بقى هنا عندي؟ 60. 90 و60 210. يصير اقول من سالب باي على 6 الى سالب 210؟ لا ما يصير. ليش؟ لانه اذا ابدي منها وانتي منها راح شو يسوي؟ يطلع لي هاي المساحه، وانا هاي المساحه ما اريدها. فلازم شو اقول؟ اقول من سالب باي على 6 الى، يعني هاي دوره كامله، يعني راح يصير عندي دوره كامله من المن الى الزاويه الثانيه حتى يصير عندي معلوم. ترى لا تخطا، يعني بالامتحان صحيح ان هذا حدود التكامل انت طلعتهم، بس منين تبدي ومنين تنتهي لازم تعرف. فهنا ما طول يريد عندي هاي المساحه اللي باللون الاخضر، هاي هو المطلوب بالسؤال هذا. فاذا شنو معناه؟ لازم ابدي منها وافتر شنو؟ باتجاه عكس عقرب الساعه الى ان اوصل لمن؟ للزاويه الثانيه. فهاي الزاويه شو تكافئ لي؟ تكافئ لي ناقص 30 اللي ناقص باي على 6. زين يصير اقول 330؟ اي صح يصير. يعني اما اقول ناقص 30 او اقول 330 اللي هي 11 باي على 6، بس الثانية هي مو ناقص 210، ما يصير، لأنه راح تفتر الدالة دور بالعكس منها هاي الجهة. فلازم شو أقول؟ أقول هنا من ناقص 30 إلى 7 باي على 6 اللي هي تكافئ لي الزاوية اللي هي قلنا 180 زائد 30 اللي هي 210. زين إذا صار عندي معلوم حدود التكامل هنا، فأجي أقدر أطبق القانون مال المساحة اللي هو تكامل، قلنا الأريا يساوي لنا شو يساوي لنا؟ تكامل من ثيتا 1 إلى ثيتا 2 1 على 2. هنا شو نقول؟ نقول R2 تربيع، أو كيف حتى نقول R1 تربيع، ناقصا شنو؟ ناقصا R1 تربيع في دي ثيتا. يصير أقول R2 ناقصا R1 الكل تربيع؟ لا. ليش؟ لأنه هو أصل القانون هو شنو؟ لازم أدخل النص هسه عليه على هذا القوس، هو نصف R تربيع،
نصف ار تربيع دي ثيتا، يعني هو نصف ار تو تربيع دي ثيتا ناقص النصف ار 1 تربيع دي ثيتا، فطلعنا نص عامل مشترك ودي ثيتا، فصار عندي بهالشكل هذا. حدود التكامل قلنا منين لمنين؟ من ناقص 30 الى شني؟ الى 210. من ناقص باي على 6 الى 7 باي على 6. الار 2 يا هي الار 2 يا هي الار 2 الار 2 اعتبرها مال الدائره لو مال القلب. هسه مبينة هي يا الاكبر، احنا قلنا دائما نبدا منين؟ من القيمه الاكبر للار. يعني هسه مثلا اخذ شريحه انا هنا، اخذ شريحه هيك بهالشكل هذا، شريحه انه مثلثه، فعدي هاي ار منها لهنا، منها لهنا هاي ار، وهاي عدي شني ار ثاني، خلينا نفترض هاي الار ثاني احسن. يا الاكبر الار مال هاي الداله اللي باللون الازرق اللي هي مال داله القلب، لو الار مال من مال الدائره بالتاكيد مال القلب، فلازم اقول الار مال من مال القلب ناقص الار مال من مال الدائره. حتى شنو بالنتيجه؟ من احسب هاي المساحه، حسب ما حسبت هاي المساحه اللي هي مال من مال ار مال داله القلب، راح تطلع شنو هاي المساحه الكليه كلها، كل هاي المساحه ناقص الار اللي هي مال الدائره اللي هي اللي هي مال هذا الجزء الابيض اللي داخل الدائره، فمن اطرح هاي المساحه الكليه ناقص هاي المساحه البيضاء راح تبقى عندي هاي المساحه الخضراء. صار معلوم؟ فهو هذا المبدا مال الطرح وايجاد شنو حدود التكامل. زين، فاذا صارت عندي المعادله معلومه، الاي يساوي ان تكامل من ناقص باي على 6 الى 7 باي على 6 نصف، في ار تو قلنا مال من؟ يا داله داله القلب، لان هي شنو تعطينا ار اكبر اللي هو شنو معطيني اياها بالسؤال؟ 3 زائد 2 ساين ثيتا، هاي الكل التربيع ناقصا الار مالت القلب اللي هي شو تساوي لنا؟ اللي يساوي لنا طبعا هاي راحت المسحت لانه من رجعنا بالعكس المسحت، ناقص الار مال من مال الدائره اللي هي عباره عن شنو؟ عباره عن 2 فقط، هاي 2 تتربع. الدور اجري خطوات التكامل المعتاده، فهاي الداله اربعها شوي خلينا نكبرها، هاي الداله شنو اجي اربعها فمربع 3 ايش قد عندي؟ 9. زين هنا مربع مالتها 3 تربيع 9، 2 في الاول في الثاني، 2 في 3 6، في 2 6 في 2 12، زائد المربع الثاني اللي هو شو يساوي 4 ساين تربيع. تمام، الدور هاي شنو تساوي لي؟ ناقص 2 تربيع يساوي لنا 4. طبعا هنا مسوين اختصارات، لان هنا احنا مو قلنا هاي 9 وهنا شنو 4، 9 ناقص 4 طلعت لي شنو 5، بقت 12 ساين تربيع زائد شنو 4، طبعا 2 في الاول في الثاني اللي هو 2 في 3 في 2 6 12 عفوا، وهاي الساين تربيع اللي هي هاي. زين الدور يحتاج انه تدخل النص عليها لو ما يحتاج؟ هنا قبل لا ندخل النص عليها لازم شو نسوي؟ الساين تربيع نتخلص من عندها، ليش؟ لان قلنا الساين تربيع هي تعتبر داله اسيه وما اقدر احلها مباشره، ليش؟ لان تتوفر مشتقة داخل قوس لازم، اللي هي شنو مشتقة داخل قوس؟ اللي هي مشتقتها كوساين، كوساين ما موجوده، فلازم احول الساين المن الى الداله اللي هي كوساين 2 ثيتا ناقصا 1 على 2. طبعا وادخل بعدين انه الكوساين 1 على 2 تطلع عندي، في اضربها بالاربعه يطلع عندي شنو 2. زين وهاي بعدين ابسطها وعدي 2 ايضا ثانيه تجي، يعني هي عمليه اختصارات راح تصير عندي هنا، ما اهتم بهاي الارقام انه سواء كان صحيحه او لا، بس اهم شيء المبدا انه عندي ساين تربيع هي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا كوساين 2 ثيتا ناقصا 1 على 2. زين وادخل بعدين التكامل عليهن، فالتكامل مال 7 هنا يساوي 7 ثيتا، تكامل الساين هو شو يعتبر؟ كوساين، لان مشتقة الكوساين هو شنو؟ ناقص ساين، فلازم شو اسوي؟ اوفر السالب، هذا السالب، ليش؟ لانه مشتقة الكوساين هو ناقص ساين، اذا تكامل الساين هو شنو؟ ناقص كوساين، تكامل الكوساين هو شنو؟ يعتبر ساين، لازم بس شنو؟ اوفر مشتقة داخل الزاوية اللي هي 2 ثيتا، مشتقة داخل الزاوية انه اضرب في 2 واقسم على 2، نضرب في 2 هاي ال 2 اللي نضرب بيها راح تروح
لأنه باعتبار وفرنا حدود تكامل، وقسم على 2 فالاثنين وين 2 هاي أيضا تروح. الدورة على حدود تكامل اللي هي من 7 باي على 6 إلى باي على 6، هنا عملية الخطوات اللي موجودة عندي يطلع الناتج النهائي اللي هو هذا. زين هسه نجي للمثال اللي وراه، نفسه بالضبط نفس الدوال يقولك ديترماين ذا اريا هم اللي هي بتوين ار 3 زائد 2 ساين ثيتا وبين الدائرة اللي هي 2، نفس المثال بالضبط. بس هنا شنو الاختلاف هنا بالمساحة وين يريدها؟ شو يقول هنا المساحة؟ يقولك determine the area of the region outside، يعني هي اللي شني خارج وليس inside، قبلها كانت inside، هنا شني outside يعني خارج دالة القلب وداخل الدائرة، يعني خارج دالة القلب وداخل دائرة، يعني هذا يعتبر هسه هذا يعتبر داخل لو خارج، هذا يعتبر داخل، هو يقولك لا خارج، خارج دالة القلب يعني هاي دالة القلب لازم خارجها، وداخل الدائرة إذا شنو قصده؟ قصده على هاي المساحة اللي هي هاي باللون الأخضر، يعني يريد حساب هاي المساحة. فحدود التكامل هنا نفس الحدود السابقة اللي طلعناها، فما يحتاج أعيدها مرة ثانية، اللي هي أيضا ناقص 30 إلى إشقد إلى الزاوية اللي هي شنو 200، إشقد أدي 210. زين بهاي الحالة هسان منين أبدأ حدود التكامل؟ يصير أقول من ناقص 30 إلى 210؟ لا، لأن إذا قلت من ناقص 30 إلى 210 راح يسوي يرجع يحسب لي هاي المساحة، هاي المساحة اللي قبل شوية حسبناها هاي، ليش؟ لأنه راح يبدأ منا وينتهي منا، إذن شنو يحسب لي هاي المساحة؟ فما يصير أقول حدود التكامل منين؟ من ناقص 30 إلى 210، لا، لازم أقول شنو من 210 إلى ناقص 30 أو من 210 إلى 330. شوف إحنا أنا بادي منين الرقم الصغير من الزاوية 210 إلى الزاوية الكبيرة اللي هي 330 أو ناقص 30، بس لأنه ثلاث موجبات فبقاهم شنو ثلاث موجبات. إذا حدود التكامل تبدأ منا وتنتهي منا، تبدأ حدود التكامل منا وتنتهي شنو منا حتى شنو تطلع لهاي المساحة المطلوبة. لو اشتغلت بالعكس قلت حدود التكامل منا لهنا، لا راح يحسب لي مساحة اللي قبل شوي حليناها بالمثال السابق، فلازم نكون ننتبه انه شلون نعوض حدود التكامل. زين هنا بالمثال القبلي سوينا قلنا دالة القلب ناقصا دالة الدائرة، يعني مساحة دالة القلب ناقصا مساحة دالة الدائرة، ليش؟ لان كانت عندي دالة القلب الار مالتها اكبر منين؟ من الار مال من الدائره. هنا راح يصير عندي بالعكس، الار مال داله الدائره اكبر منين؟ من الار مال داله القلب. شلون؟ هسه نوضحها بعد شوي. هسه لو اخذنا ار مال الدائره اللي هو منين؟ من لهنا هذا الار، واخذنا الار من نفس النقطه المن لداله القلب اللي هو مثلا منين؟ من مثلا من لهنا او نفسها هاي هنفترض منها يبدي وينتهي هنا، يا هل اكبر الار مال القلب لو ما الار مال الدائره؟ الار مال الدائره هو يكون اكبر، فدائما انا اطرح شني اقول الكبير ناقصا الصغير، الكبير ناقصا الصغير، فاذا شنو؟ اذا الاريا ساوي التكامل من منين قلنا يا زاويه 310 لل 330 نص في ار 2 تربيع، يا هي الار 2 مال الدائره، ليش؟ لانه هي تمثل الاكبر. وشلون تتاكد من حكيك هذا صح ولا لا؟ الناتج لازم يطلع موجب بكل الاحوال، دائما بالاريا لازم ناتج الاريا يطلع موجب، ليش؟ لانه المساحه تعتبر قيمه موجبه، المساحه دائما تعتبر شنو؟ قيمه موجبه، ما يصير تطلع لي المساحه قيمه سالبه، واذا حليت وطلعت لك المساحه سالبه وطلعت نفس الشيء انت معناه ما مسوي شيء غلط، يعني حلك صحيح. مرات يصير تطلع المساحه سالبه، ليش؟ لانه ترهم، بس هنا بمثالنا هذا ما ترهم. هنا يصير انه اقول انه داله القلب ناقصا داله الدائره ويطلع لي سالب ويطلع نفس الرقم، يطلع نفس الرقم، بس شنو معناها؟ معناها انه انا حال بالعكس، حال بالعكس، يطلع نفس الرقم صحيح بس يطلع شنو؟ بالسالب. بس الاصح انه شو اقول الار الكبيره ناقصا الار الصغيره. بس شنو اللي يخلي الحل مالي خطا؟ انه حدود التكامل اذا سويتها بالعكس، يعني انه ابدي منين؟ من هاي الزاوية وانت بهاي الزاوية، لا يطلع الحل بالعكس، لازم هسه بهاي الحالة ابدي منين؟ من هاي الزاوية وانت بهاي الزاوية.
تمام، والار ايضا عكسه. الار اذا انعكس قلنا ما ياثر على الناتج، يبقى نفسه، بس شنو مكان ما يطلع موجب يطلع سالب، بس هو يفضل انه الار شو يكون عندي الار الكبيره. هسه الملاحظات خليها ببالك، وهي ملاحظات جدا مهمه. هسه نجي انه قلنا شنو اذا الار تربيع مال من مال الدائره اللي هي 2 تربيع ناقص الار مال قلب اللي هي 3 زائد 2 ساين ثيتا، نفككها ونجمع ونطرح ونبسط يطلع عندي هاي الساين تربيع، ايضا احولها لمن بدلاله الكوساين 2 ثيتا، وهم ابسط واجمع واطرح، بالنتيجه تطلع لي هاي الداله اكاملها. التكامل مالتها طلع النص برا، الناقص 7 تكاملها ناقص 7 ثيتا، تكامل الساين هو كوساين لكن عكس الاشاره، ليش؟ لانه مشتقه الكوساين هو ناقص ساين، فلازم اضرب في ناقص، فناقص وناقص يصير عندي موجب. تكامل الكوساين هو شيني ساين، لكن بس لازم اوفر مشتقه داخل قوس، اضرب في 2 واقسم على شيني على 2، اللي اقسم عليها 2 راح شيني هاي وهاي هاي تروح، وهاي اللي اضرب بيها راح تلغي لها باعتبار ان حققت مشتقه داخل قوس، فيطلع بالنتيجه زائد ساين 2 ثيتا. الدور عوض حدود تكامل اللي هو من هاي 11 باي على 6 اللي هو قلنا 330 الى العفو من 210 الى 300. هنا لا راح يصير عندي من 330 اللي هو الاكبر، من الاكبر الى الاصغر، يا هو الاكبر 330 يا هو الاصغر اللي هو 210، يطلع للناتج النهائي. طبعا شنو لازم نقول بالنتيجه؟ انه يونت سكوير، يونت سكوير، يونت سكوير وحده مربعه. وبهاي الحاله احنا نكون انهينا اخر محاضره في موضوع ايجاد المساحات ما بين دالتين متقاطعتين قطبيتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.